السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عنا أكل طيب كتير وخفيفة وفيها طعم طيب. الأكل هي الكرات البطاطا المحشوة بالجبن، والكرات نحنا حنعملها كمان بالخضار والحشائش المعطرة، الحشائش العفوان العطرية. طيب هلأ شو هي المكونات؟ عنا المكون الرئيسي هو البطاطا. هلا انا نقعتهم بمي لانه السخنين بعدهم، هلا شلتهم من الصلب، سلقتهم طبعا، غسلتهم كثير منيح وسلقتهم كثير منيح. هلا هيدول كرات البطاطا، لا عفوا حبيت البطاطا، حقشرهم واهرسهم. بدي احط معهم الملح طبيعي، ملح، بهارات اللي بتكون، يحط بهارات مشكلة، أنا فيها كمون وفيها قرفة وفيها كبش قرنفل، فيها كزبرة ناشفة إلى آخره. وعندي شوفوا هاي البندورة، هيدي آخر حبة اليوم قطفتها، بعد في شي 7-8 حبات أكبر من هاي عم يلونوا على شجرتهم، بس قلت فرجيكم إياها أنا هاي الحبة من ديارنا. وهيدا هون عندي أنا المردكوش، عرقين مردكوش. هلا بشيل الورق منهم، نفرمهم ونحطهم مع الخلطة. وعنا هون زعتر أخضر بري، شفتوا هذا الزعتر الأخضر البري، كمان من حديقة أكلات بيروت. وعندي بسم الله الرحمن الرحيم، وعندي هون حبق كمان بيقولوا له الريحان، بس هو نحنا حبق كمان من عنا، وكزبرة خضرة كمان من عنا، هاي كزبرة خضرة. قديش مكونات كلها من عنا، وبصل أخضر كمان من حديقة أكلات بيروت. هالمكونات هاي كلها بدي أفرمها ناعم وحطها مع البطاطا المهروسة. هلا في عنا هون البقلة، هاي دي البقلة كمان من عنا، شفنا. شوفوا سبحان الله، انا لاحظت انه عرق البقلي هاي الورق هلا لانه بعد العصر صار قريب المغرب بيطبق، شوفوا كيف بيطبق بالنهار لما يكون في ضوء الشمس، شو بيعمل؟ بيفتح كل العروق، الورقات تاعتها بتبقى مفتحه، شفتوا هلا هلا مطبقه، شفنا، لاحظوا كلها مطبقه. انا لديك اليوم انا فكرت بدهم سقاية بدهم مي، جيت عشي بالسهرة طلع على الزريعة قبل ما نام، لقيت هون كلهم طبقين، قلت حرام هيدول البقلي كتير دبلينين، لرشلهم شوية مي، رشيتلهم شوية مي. تاني يوم لقيتهم فرفحين انبسطت فيهم. عشية تاني يوم كمان طلعت لقيتهم مطبقين بعد العصر، جيت دسيت التراب لقيت تراب ملل. صرت لاحظ يوم بعد يوم انه لما بكون عم تغيب الشمس بيطبقوا، لما بتفتح الشمس ضوء ضوء الشمس او نور الشمس حتى بيفتحوا. وهيدي ملاحظه انا لاحظتها لوحده، اللي منه ملاحظها ياخذها مني لانه هيدي رؤيه العين. هلا هيدول حنعمل نحن قدام هون صحن سلاد، طبعا حنضيف بندوره من عنا ومنحط هيدا معهم كمان. طيب هيدول هن هل الحشائش العطرة حنفرمها ونحطها معهم مع البصل طبعا، البهارات قلنا والملح. بعدين بنعملهم كرات، نحفرها مثل ما بنحفر الكبة، وبحط بقلبهم جبنة موزاريلا، شفنا الجبنة، نرجع منغلفهم طبعا بالعجنة، حنحط بيضة، نرجع منغلفهم بطبقة طحين، نتركهم لحتى يتشربوا الطحين تمام، نرجع نحط لهم طبقة تانية ومنحمي الزيت ومنقليهم. هلا خليكم معي حتى اقشر البطاطا وافرم هالحشائش العطره والبصل وبرجع لكم. كمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هاي البطاطا قشرتها وهرستها قدر الامكان، يعني ما حتنهرس معي كثير منيح. في بطاطا بقى نوعها لونها ابيض من جوا وبتنهرس بشكل تام يعني. هلا اول شيء نحن بدنا نحط الملح، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا
هذا نص ملعقة صغيرة. بدنا نحط كمان بهارات المشكلة، كمان يعني ثلاث ارباع الملعقة الصغيرة ملح. لاحظوا انه انا كثير بخفف ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلط التوابل والملح. بسم الله. نرجع بنحط البيضة. بسم الله. هاي البيضة كمان نخلطها. بسم الله. هاي اختلطت. هلا بدنا نحط البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. البصل كتار شوي بس بيعطي طعم طيبة لأن هون بصل أخضر. ما تنسى أن هون أورجانيك كمان، يعني ما فيهم شيء مضر. هلا هيدا الزعتر البري، هاي الزعتر، وهيدي الكزبرة الخضراء. وهيدا المردكوش. وهيدا الحبق اللي هو قلنا ريحة. هلا بنخلطهم مع بعضهم. هون في عرق صغير بنشيله. ريحتها كتير حلوة. طيب هلا بدنا نقرصها بس لحتى نحضر الأدوات عن إذنكم. كمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي منشيل القرص نحن بها الحجم قد ما بدكم تعملوا حجم. نص من نقرها شوي بهالشكل ومنحط فيها جبنة. بعملها هيك بإيدي الجبنة وبحطها بقلبها وبسكرها. لقيتها قليلة ما بتتسكر كتير منيح، بزد لها من الخلطة. هي غطيتها منيح ما بديها تطلع. هلأ خليها هون على جنب، بعدين من نعملهم كلهم سوا بالطحين. بسم الله. كمان هي وحده ثانيه اظن هي لو انعم من هيك اهون بالشغل. بس مثل ما قلت لكم هيدي نوع البطاطا يبقى هيك اللي لونها من جوا اللب تاعتها اصفر تبقى هيك. بسم الله. هاي الجبنه أنا عملتها بإيدي هيك مع عسل، عملتها قرص. هاي قرص تاني. وهلا منكمل وبرجع لكم إن شاء الله. وهلا وصلنا للمرحلة قبل الأخيرة. الأخيرة هي القلي. هلا بدنا نغلفها. بسم الله الرحمن الرحيم. هي تتغلف منيح. صرت كرة بيضة. حطها
بسم الله الرحمن الرحيم. حطها كمان بنغلفها. بنكمل كل الكرات بالشكل هذا بنفس الطريقة. يلا هلا بدنا نبلش بآخر مرحلة اللي هي القلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ما شاء الله لو بتشوفوا ريحتهم انه عم ينقلوا ما شاء الله. هيدي ريحة المواد العطرة اللي حطيناها الحشائش هاي عم تعطيه ريحة كتير حلوة. فينا ناكل معهم لبن مع خيار وفينا ناكل معهم لبن بدون خيار وفينا ناكل معهم كبيس اي نوع من الكبيس سلاد اي نوع من السلطات. اي صار فينا نشيل الارز. بسم الله. شفنا لونه ما احلاه لونه حلو كتير. هلا بكمل فرجيكم يوم بالنهايه ان شاء الله. كمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي طبختنا خلصت اللي هي كرات البطاطا المهروسة محشوي بالجبن. وشفنا نحن المكونات كلها اللي عنا كانت من عنا ما عدا البطاطا طبعا. وهيدي أكلة كتير مفيدة وسهلة وطيبة. هلا حمدو أنا وياكم سوا. هلا ما بيحلى اخر شيء العمل الا مندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبها منتفخ شايفين مثل البالون منتفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الجبنه اللي بقلبها. بسم الله. يا لطيف طيبة. كتير طيبة. مع سلطة يا عين. وهذا الكبيس كمان شغلنا انتبهوا. طيب هيدي هي كرات البطاطا المهروسة المحشوة بالجبن. كتير طيبة. وسهلة مكوناتها كتير حلوة. جربوها وحتتذكروني إن شاء الله بالخير واللايك أول شيء. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.